ونعم اليوم رح نلعب بالبلابل من دون لاير او اللي بنسميها بليد او رينج وحتى لايرات هازبرو. وبدي اذكركم بحلقات بيبات البرستير بمترجمة بالعربي، الرابط موجود بصندوق الوصف على موقع سيمروم. وهلا رح افرجيكم البلابل طلعوا اللي هي مثلا من دون البليد او الرينج تبعه، طلعوا هذا، طلعوا اللي هي تبع هازبرو، شوفوا هازبرو هذا مع بقية القطع هون، حتى الجارح المتجدد من دون حلقة، بلابل سبيد ستور برضو موجودة، بلابل السوبر كينج شوفوا محلاها، شوفوا محلى الشجاع، شوفوا محلى الوميض، ولا كأنه مغيرين عليه اشي صراحة مع البيربل تشاسي. وكمان عنا التنين اللي فتحت علبته مبارح، تنين السوبر كينج الرهيب، وكمان كوكب الأشباح وبلابل مقلدة وهيك أشياء. بس رح نستمتع اليوم، رح نعمل أكتر من نزلات، يعني دايناميت ضد سوبر كينج وسوبر كينج ضد سوبر كينج وكثير أشياء. فهي قطع هازبرو سواء من الهايبر سير او السبيد ستورم، وهي الرينج تاعون السوبر كينج شوفوا محلاهم، احلى شيء تاعون وميض عليهم حديد وتبع التنين دوران حر. وهون حلقة الجارح المتجدد، شوفوا اساوري وخواتمي الجداد كلياتهم تاعون الداينامايت. والجولة الاولى راح تكون شجاع الداينامايت وكوكب الاشباح فعلت وضعية القفز. وبدنا نوصل الفيديو اليوم ل10,000 لايك، كل شخص عم يشاهد الفيديو بسرعه بدنا نكسر الفيديو لايكات. وفاز الداينامايت، براثن السوبر كينج وبراثن الداينامايت. اوه الداينامايت مسيطر، تنين السوبر كينج وشجاع السوبر كينج. اوكي دبل شخصي عامل شغل كويس. اوكي دفاع التنين حلو، خلاه جوا الحلبه بس وقفوا على الدوران. الجارح الداينامايت، اوبس ضد الجارح المتجدد، الجارح المتجدد من دون حلقة ضد جارح الداينامايت. وات صار في عنا الدبل بيرس بين الجوارح. طبعا لا تنسوا هذا عنده ارمور من تحت، وبلاول الداينامايت في شجاع حطته بالارمور لفوق. هذا نزال حلو لازم ينعاد. يلا جارح الداينامايت، اوه ازحلق البلابل كلياتها مدورة، الله يستر ما يصير في كسور. اوه الداينامايت انتقم من الجارح التيربو، لهيب الداينامايت راح يقضي عليك وميض سوبر كينج. بالدوران اليساري اثنين، اهرب. اوكي ضربات الشص البنفسج المميز، يلا حطوا لايك بسرعة قبل ما يصير في بيرس او خروج خارج حلبة. اوكي وميض الداينامايت انتقم لصاحبك وميض السوبر كينج، نزال داينامايتين ضد بعض من دون اي حلقة او لير. وميض ارجع للمنتصف لو سمحت، ايوه. وبدنا نشكر المنتسبين بالقناة رح نحكي اسمائهم، واول واحد اللي هو كول تايم بي بليد او كول تايم واي تي، شكرا كثير، هو واحد من اكثر المتابعين والمنتسبين المتفاعلين، اسمه كل تايم بيبلد، راح احط لكم رابط قناته بصندوق الوصف. لحظه هذول رجعوا يمتصوا، ايش هاد؟ حاسس حالي بلعب بلابل جدي تاعون 1950 قصدي اللي ما بيعرف بلابل زمان زمان هيك كانوا عباره عن قطعه حديد وخشب وحبل وهيك كلهم زي بعض، اكيد مش زي مثل بلابل والتقنيات الموجوده عندنا هلا. هازبرو يعطيك العافيه، التنين الماسح شو رايك تطلع؟ يلا دورك بس ما تبكي شوي اوكي اوكي بلبل سبيد ستورم. يلا سبيد ستورم هو الحل عندما يلا الوميض اخذ عليه ايش هاد واخيرا توازن، يعطيك العافيه غلب حالك شو هالنزالات الغريبه هاي، البلابل من دون ملابس بهالمعنى، يعني انه عن جد نص البلبل مسروق. اوكي تعادل، نزال هازبرو بامتياز، التنين الماسح لا هذا انفك. اوكي ده طلع شيء سبيد ستورم للاسف، انتوا بكم تجلطون اليوم. بلابل هازبرو بالجزء العاشر بيجي من دونه شيء. اوكي لا بلابل هازبرو 2050 هذا هو انه كل سنة بيقيموا بلاستيك وحديد. هلا اجد عندنا نزال خطير لهيب السوبر كينج
والشرير الخطير لهيب السوبر كينج في واحد طبعاً. طبعاً دوران وراني حر الشرطي تبعه. ويا ترى لو أي ليش حبيت تعمل هذا النزال؟ عشان ما أكسر الشرير الخطير، لأنه حاطط أنا درع الوميض ودرع الشجاع، بس درع البراثن ما بقدر أحطه، والإس أكيد محطوط تبع السبريجن، فزي ما شايفين الدرع الأرمر محطوط تحت، وهي هي بقيت القطع، وهذا كمان دوران حرفة عشان ما يأذوا بعض، لأنه هذا معرض يخبط بالبلاستيك، وبرضه فيه شفرات دوران يميني فبفرم الأصابع. أيوة هلا بيصير في بيرست، ما أظن صراحة. أوكي ضربات قوية حبيت. بلعب السوبر كينج اليسارية، يلا الوميض اخدي على هذا الحشرة، خليهاش يفوزك. الشخص تبعك نادر مميز، مش تفضحنا. وميض وميض بحكي مع حيطة. ايوه هيك بدنا اياك لوميض، البلبل المفضل الى الابد. داينامايت تحمل، سوبر كينج تحمل. يا رب ما ينكسر اشي، او ما نكونش ينكسر اشي. لا 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 تمام، اوكي تمام، ان شاء الله ما ينكسر اشي. لا يا شباب الوضع تمام، لاول مرة بحس حالي بحب الخفاش وزعلت عليه. تمام بس انفك ما صار له اشي. وعندنا هذا الحصان المدرع، شو كان اسمه؟ هو شجاع ذهبي، ونعطيه فرصة تانية والنازل ضد النسخة المقلدة من الخفاش. بدرايفر براحة بده، فضحتنا يا زلمة، صدق ما بتطلع عطاش عين. يلا الدينامايت فوزه. نهاية سعيدة، بلاب المتشابهة الخفاش مع الشخصية الرئيسية. اوه اوكي اظن الاثنين بيجوا بنفس الارمور، بس واحد مسبوق ازرق، والاثنين بيجوا اطرافهم ذهبي بالدي بي كور. اوكي والاثنين بيجوا بحديدة نكسس، بس واحد بيضيع طاقة والثاني لا، بس هذا الفرق. انت بيبي اوكي خلاص. بلبل سوبر كينج، وحش سبيد ستورم، سوري خفاش سبيد ستورم، ولهيب الرايز رهيب الهايبر سفير. يلا ليتس جو، يلا يا شباب هازبرو. ايوه بلعب الهازبرو 2053. اوه هاي بلبل جديد، خذ الكود. اقوى خلطة بلابل بالعالم، انظروا اليها يا للهول، شوف الجمال. ايوه هازبرو دائما ابداع. هليكوبتر هليكوبتر. اوكي بسألني لو جايش لو اي شو عم تسوي ولا شيء، بدك تحضر الفيديوهات الطالعة قدامك على الشاشة، او تدخل على قناتي بتشوف فيديوهات التاني. نزلت كتير فيديوهات حلوة بالفترة الماضية، بس بحبكم كتير. فيديو اليوم كان رهيب، ما بعرف اذا بتحبوا اعمل منه جزء تاني، عملت لكم اياه هيك على السريع، وعملت نزلات عشوائية جدا. سوبر كينج ضد سوبر كينج، دينامايت ضد دينامايت، ودينامايت ضد سوبر كينج، وسوبر كينج ضد سبيد ستورم، خبيص. بس عن جد اليوم هدول ارتاحوا، القطع دائما بوكلوا ضربات وبتقحطوا. اليوم ايش الاكل؟ ضربات القطع البلاستيكية هاي، الشصي والديبي كور انا خفت عليه شوي، خفتهم يتكسر، بس لا الوضع كان تمام، وضع لوز.